ارجع بكل قرف قرف نجاوب عليه. ايه اكتر حاجه كنت بتعمليها وكنت بتتقرفي منها ونفسك تبطليها او ستيل لسه بتعمليها؟ يعني ده انتي السؤال ليكي؟ لا ده السؤال لينا كلنا، وما تحاوليش تهربي من السؤال. لا انا ما سمعتوش اصلا. حاجه بتعمليها وبتتقرفي منها ونفسك تبطليها، او كنت بتعمليها وبتتقرفي منها. لا انا بعمل حاجه لحد دلوقتي وما بقدرش ابطلها. لما يكون في رز ولحمه اللي هي الفته يعني، باكل بايدي وبعمل الرز كده واكل. اقول لكم حاجه؟ وهتكلم في النقطه دي كمان بعديها وهي غلط. لما بيبقى في رز معمول لازم يا جماعه اكل الرز والمحشي من الحله. يعني لازم بعد ما انا اتغدى لازم اخد شوكتين رز كده من الحله. اخدتي الكحاته قبل كده؟ يا دي احلى حاجه في الدنيا المقرمشه دي. بس ده غلط، الاكل بيحمض. يعني ما تاخدي الشوكه وتحطيها. طالما جبتي اخر الحله لا يبقى الاكل خالص مش هيحمض. لا لا لا، الرز مثلا بيبقى فيه شويه رز فاضلين بقى يتسخنوا وبعدين وبتاع، لازم اكل من الحله، ما اقدرش، طعمه مختلف. نطلع فاصل.